السلام عليكم، مساء الخير أصدقائنا، معكم سيكريت أس من سوبر 7. رجعنا لكم بالحلقة الثانية من سلسلة التحدي الأخوين. شاركوا معنا بزر الاشتراك، فعلوا بزر الجرس، واعملونا لايك للقناة، وإن شاء الله راح يكون هذا الفيديو يعجبكم، ولحالكم راح تعملوا لايكات في المواجهات الغير شكل هاي. معاي أخوي نيرو اللي غلبني بالحلقة الماضية بناروتو، بس اليوم راح نفرجيه جمب فورس. طبعا يا شباب، الحلقة الماضية كان في تحدي على عشا واخذنا العشا منه، اما راح عليك وتشوفوا كيف دفع العشا وهو يعني مقهور. المهم اصدقائنا، لعبة جمب فورس من الالعاب القتال الكثير حلوة، لسه فيها دي ال سيات نازلة جديد وراح تنزل كمان قريبا، شخصيات جديدة في عم بيعملوا عليها تطور دائما. كانوا بدهم يضيفوا مدرة، اضافوا كايبا، بيوغي، اضافوا شخصيات ثانيه من كل انمي. فهي اللعبه كثير لعبه بتجنن، اللعبه قويه جدا جدا، وهي بلشنا القتال الاستمتاع معانا. المشكله في هاي اللعبه فيها فرق واحد، انه طريقه لعبها تختلف عن عكس ناروتو 100%، يعني فبدك تدير بالك وانت عم تلعب شخصيات مختلفة. نيرو بطل اسمع صوته، واليوم راح يكون عليه الغدا، مش العشاء، الغدا. نزلونا تحدياتكم الجاي عشان نخلي واحد فينا اللي بيقصى يعملها. لا ميرا، لسه بدك تشيل لتلعب. يا ساتر، اوه العب كبير. والله مشكلتي بخربط، بفكر في ناروتو، بفكر في اي شيء. حبايبي يا حبيبي، حكيت لهم اصلا ان هاي اللعبه بتختلف اصلا، بس هذا لا يعني ان نيش انت اصلا تخفر بكل سهوله. سويك دفق النفس بسرعة يا حبيبي. ايه
دانس ان ذا دارك مين. يلا انت واصدقائك واللي بحبوك كلهم. لا ما بقدر اختار واحد للعبة للثلاثة اذا نسيت تحدياتنا. طيب ما بضر ما تشيني اذا بدك ما عندي مشكلة. عبعد ما طلعت شفت يا اخوان لازم تكون محنك وسريع باللعب. اعطيني المقاتل الثاني. تنسوش يا اخواني اني انا كنت العب بالحظ على فكرة عشان تعرف انه القدر بيعمل معجزات. هذا هو اختياره. خلينا نفرجيك احنا كيف. تنسوش يا اخوان تشتركوا معنا بالقناة وتفعلوا زر الجرس، تعملونا لايكات على الفيديو، وتكتبونا في تعليقاتكم ايش نوع التحديات والرهانات اللي بنعملها. وفي عندنا سحب لما نوصل ان شاء الله ال 100,000 على بلاي ستيشن ستور وبلاي ستيشن بلاس، العاب بري اوردر وباتل باس فورتنايت. ميرو نسيت تحكي لهم شغلة كثير مهم ما حكينا لهم الحلقة الماضية. ماشي راح يكون في سحب على العاب بلاي ستيشن 5 كمان. جاهز حالك؟ جاهز حالي. انت راح تخسر هاي الجيم زي ما انا شايفه. يعني طبعا جات عم مسابقه. جاهز حالك. انا على مسجد قبل ما اصلا ただでは死なさんの覚悟しろ。やれ。
البقرة الغنية. لا حول ولا قوة إلا بالله. راح تكبر. بيم. بدك تختاره ولا تضلك عليه؟ لا ضل عليه. جولتك الثالثة. لا بضل عليه. صديقي أنا لدي جنود شجعان. عندي استراتيجية كاملة متكاملة. ميرا الغداء عليك اليوم. يا اخوان شو بتحبوا يكون الغداء المرة الجاية او العشاء او اي شرط بدكم اياه احنا جاهزين. اخويا اكيد راح يلبي النداء تبعكم. اكيد. اتفقت اعمل اي حركة مضادة. ايش يا برا لازم تعرفوا مهارات تيك توك اس مؤسس القناة سوبر سيفن. سويت برو قدر على كل برو. لقد حققت بشكل كبير يا أخي. يا الله يا الله خافت رح تنتصر معارك زيرو رح يكون معارك تقريبا ちょっと。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 
يا الله يا الله لسه ضلين لي أمل لسه ما والله بالحظ بحياه الله والله لو اني انا ما عم بتخربط بالجيستيك اني في ناروتو مش حلتك والله كان فزت بس يلا نشوف مين شخصيتك الاخيره عادي راح تخسر بكل سهوله يعني ما هذا اللي بدي اياه نخلي القدر يخطرني انت عرفت مين انا عرفت شخصياتي اخوان هاي ضحكة العجوز الشمطاء بس تعرف تكون مثل قوية دائما الساحرات والشريرات دائما هم بيكونوا اقوى الناس لكن الحظ فيهم انه يتغير هيك المخرج بده بس انا رح اثبت للناس اشي تاني احنا اللي من نصعد للاعلى لازم تعرف تلعب بالاساسيات الصح ما هي هاي الفكرة لازم تعرف لازم تعرف تختار الوقت الصحيح بس تحقيق الارض ايوه هيك طب انا بضل الارض كمان مرة المتعددة يا الله يا زلمه مش هيك ولا ضربة بريك للطير يا شنيرة يلا
عشاك فيه استغله. وجهك المصدوم. وهاي كانت حلقتنا لليوم في جمب فورس اخوي علي الغد ان شاء الله راح يكون من الكي اف سي. اتمنى لكم يوم سعيد. كان معكم سيكريت اس من سوبر 7 ونيرو ديفل هنتر. يعطيكم العافيه، مع السلامه.